Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. هذه الكرة على حدود منطقة الجزاء من هناك للرقم 10 لكن طاح. يا سلام يا سلام. هذه الكرة من جديد هناك ما زالت على حدود منطقة الجزاء. التسديدة ولكن الحارس بالاستلام. وإذا ما زالت هناك النتيجة 0-0 وما من أهداف إلى حد الآن. هذه الكرة من الدرويش من هناك على اليسار مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس. التسديدة والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق الكبير سجلها الخطير. جزاء الراس التسديد والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق الكبير سجلها الخطير. أولى الأهداف سجلها من هناك سيد الالتراس. ياه 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 يا على الاحتفال. يا سلام يا سلام. الرقم 9 أصل المتعة حطه في المرمى بعد خروج خاطئ من حارس أكاديمية الوحدة العربية. لكنها وصلت من هناك للكبير الرقم 9 باليسرى حط في مرمى الفقيه. من هناك أيضا يحاولون والكرة من جديد العودة. يا لها من عودة يا الوحدة العربية. يا له من تبديل لإبراهيم. يا لها من عودة. والكرة من جديد العودة. يا لها من عودة يا الوحدة العربية. إلى حد الآن تصدم إلى 4 ركلات. وهذه كرة يمشي نحو الأمام حطة. يا سلام. بسرعة البرق الوحدة العربية بغمسة سحرية كانت هناك. نعم أخذوها ركلة جزاء. عادوا إلى أرضية ميدان بسرعة البرق بسرعة السحاب. هذه الكرة تصل من جديد إلى وسط ميدان استقلالية للتسديدة ولكن الحارس أيضا هناك في المكان. في هذه الأرضية أيضا شارك بها عدد كبير من الأكاديميات العربية. وهذه الكرة تصل من هناك قوية قوية. استلمها الكبير التسديدة هنا عرضية. السلام. الثانية عن طريق الكابتان. استلمها الكبير التسديدة هنا عرضية. السلام. الثانية عن طريق الكابتان حط في المكان. العثمان عدنان الكبير حط للوحدة العربية. نعم هي يبكي الاستقلال ويبكي. نعم ومن أول عندما شاهدناه يلعب كل هذه الكرات نحو الأمام بدأ بأن له النية في التفوق على هذه الأرضية. يحيى الصافي بعد أن كان في خط الانسجام في الأمام عاد إلى قلب الدفاع. هذه الكرة على حدود منطقة الجزاء. التسديدة ومن هناك الكرة. يا 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 يحاول المرور. الكرة واحدة اثنان تلعب. يا سلام هناك العرضية ولكن هناك خطأ وفول للرقم 10. الكرة ربما تكون خطيرة أيضا وتسكن مرمى الاستقلاليون. الهدف الثالث هل سيكون هذه الكرة؟ يا الحارس تصدى. ما زالت العرضية. يا 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 هناك الكرة. يا
الحارس تصدى ما زالت العرضية 2010 هناك أيضا على تنفيذ هذه الركلة. هذه الكرة من هناك على اليسار مرفوعة داخل منطقة جزاء بالراس لاب خلصوها من جديد. من هناك يحاول التسديدة والحارس وهناك الصافي أيضا خلصها من جديد بالراس تعود من الكبير على اليسار استوريا ستار. هناك أصغر أمسنا يحاول التسديدة من الرقم 10 الكبار يحاولون وهذه الكرة وصلت الميدان يا 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 ثالث الأهداف أعلنوها قانون وهذه الكرة وصلت الميدان يا 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 ثالث الأهداف أعلنوها قالوها كتبوها كابتن الوحدة العربية يلبي النداء ويسجل الثالث الأهداف يا 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 شاهدتم كيف لعبوها هنا الانفراد راس راس مع الحارس حتى الكبيرة من هناك نعم سجل وحط في مرمى الاستقلاليون كان هدف سيذكر في القادمات لك في التاريخ يا الأمجد. هذه الكرة من جديد هناك يحاولون يقولون أن هناك لمسة جد قال بأن هناك ركلة جزاء استقلالية. نعم الفتحي الصافي على التنفيذ يتقدم سجل يا الله ثلاثة اثنان اصبحت للوحدة العربية ما زالت ولكن العودة استقلالية اثنان للاستقلال ثلاثة للوحدة العربية وكلاهما سجل في مرمى الكبار على الأرضية. الكرة تصل من هناك للصافي يمشي المرتدة قادمة وهو ستكون قادرة التسديدة والحارس بالتقليص وهناك خلص الكبيرة من جديد يا 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 لو سجلها يحيى من هناك يا لو سجلها الصافي وعاد كابتن ابراهيم ابراهيم Yeah.